السلام عليكم. اليوم نروحوا للملعب تاع مصطفى تشاكر بالبوليدة لنقف على مدى تقدم اشغال تاع التهيئة، واللي على حسب يعني الصور تبدو اننا في المرحلة الاخيرة نتاع التأهيل تاع هذا الملعب، واللي العلم الملعب هذا يدخل في اطار الترشيح تاع الجزائر لتنظيم بطولة كأس إفريقيا للأمم في 2025. وكذلك ما ننكرش وما ننساش باللي الملعب هذا تاع البوليدة عنده سمعة جيدة في إفريقيا ومعروف جدا من طرف كل دول إفريقيا بسبب الفترة الطويلة التي لعب فيها الفريق الوطني في هذا الملعب، وحقق نتائج جد مبهرة في هذا الملعب. إذن معروف عنده سمعة طيبة، تبقى القضية أنه التصميم تاعه يعني أكل الدهر عليه وشارب. المهم هو يدخل في ملف نتاع الترشيح نتاع الجزائر كملعب نتاع يعني احتياطي ونتاع تدريبات، يعني ملعب تاني. إذن هذا هو يعني المهم. نخليكم تتابعون بقية الفيديو. السلام عليكم.